أشخاص حطوا تعزيز ثقتنا بنفسنا شعارهم، والدليل كلمة أحسنت المنقوشة في دفاترنا. ياه، على أيام الواحد يحلم فيها بنجمة حمراء في دفتره. المعلم هو الشخص اللي تحمل شقاوتنا وإحنا صغار، والإنسان اللي كافئنا على إنجازنا وعاقبنا على أخطائنا. عصاه كانت مؤشر للشرح وقت الحصة، وقانون يحترم كل متنمر وقت الطلقة. المعلم إنسان يستحق كل التقدير، عشان كذا قرر بنك العز الإسلامي يكافئ عملائه من المعلمين بسحوبات خاصة. 20 فائز 500 ريال لكل فائز. المعلم عز هذا الوطن.